فستق نفسه غالي، هحط جزء بسيط زي معلقه صغننه كده واقفل بالجزء التاني. بصوا الافكار كتير بقى وانتي بتدعي، وغيري في شكل التقطيع وغيري في الحشوات وغيري في الالوان، بس في الاخر هي الفكره ثابته ان انا عملت الكوكيز، عملت البسكوت السابلي ازاي، وبدات اعمل الحشوات بتاعتي واشتغل بيها. خلي بالكوا احنا ما عملناش اي حشوات صعبه في البيت، يعني هي كلها حشوات جاهزه. ممكن بقى نعمله بحشوات في البيت في مره نكون نعملها مع بعض. هنا انا بغطس الكوكيزيه كلها او السابلي كلها جوه الشوكولاته بالحليب، شوكولاته حليب انا بحط عليها معلقتين 3 زيت.